كان ايضا عندنا بقى ما يخص النادي الاهلي ومباراه الرجاء، هنرجع بيكم للاجواء. هيكون معانا مراسلنا المجتهد دائما كريم، نتكلم معاه نعرف اخبار الفريق. اكيد كلكم عايزين تطمنوا على الفريق، وانا يخصني كمان ويهمني اوصل من كريم الشعور النفسي، لان موسيماني كان محتاج مش بس يشتغل فنيا، اللي اكيد عنده افكاره الفنيه. ازاي كانت التحضيرات النفسيه للفريق يا كريم؟ اكيد بنرحب بيك واكيد سعداء ان احنا نسمع الكواليس دي كلها. تحياتي ليك طبعا الزميل العزيز محمد فارس، والتحيه ايضا كمان والشكر موصول لكابتننا كابتن هاني رمزي وجمهور النادي الاهلي العظيم. بالتاكيد طبعا يعني متواجدين في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ومتابعات بقى مستمره لمباراه طبعا الاهلي والرجاء المغربي السبت العاشره مساء ان شاء الله في دور ربع النهائي. يا رب ان شاء الله كل دعوات جمهور النادي الاهلي 180 دقيقه زميلي محمد كابتن هاني، وليس 90 دقيقه فقط. ويمكن ده هو اللي معودنا عليه النادي الاهلي، الفكر بيكون كده ان احنا عندنا شوط اول ان شاء الله في القاهره بحضور 20,000 مشجع. يمكن النقطه دي ابدا معاك فيها في البدايه طبعا، ولابد ان احنا نوجه كل الشكر والتقدير الحقيقه لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب على التنسيق الكامل والمستمر الحقيقه خلال الايام الماضيه للوصول بهذا العدد وهذا الرقم. من فترات كبيره جدا ما شفناش ال 20,000 دول لمشجعي النادي الاهلي في اي استاد، سواء استاد القاهره او استاد السلام، لكن المجهود كان كبير. وايضا كمان الشكر لكل الجهات طبعا المختصه على هذا القرار. 20,000 هيساعدوا بشكل كبير جدا، لان دورهم كبير الحقيقه جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه، لان التعامل في المثل طبعا في المغرب يكون الجمهور اكثر بكثافه طبعا جمهور نادي الرجاء. لكن نبدأ مرحله مرحله زي ما عودنا النادي الاهلي وجهازه الفني. يمكن انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا زميلي محمد في البدايه، وهو الجانب النفسي. رغم الاخفاق في بطوله الدوري العام المباراه الاخيره مباراه المصري، لكن كل طبعا بطوله لها دوافع، والفصل الكبير والتام ده ما يميز النادي الاهلي وما يميز مجلس اداره النادي الاهلي وايضا كمان الجهاز الفني. الفصل التام بشكل كبير جدا ده بيكون امر مهم الحقيقه. بيتسو موسيماني في البدايه قبل انطلاقه للمران باكثر من نصف ساعه كان في اجتماع للاعبي النادي الاهلي، الكل أكد على المرحلة، أكد على أهمية المباراة، حضور الجماهيري. خلاص عندنا المرحلة الجاية محتاجة جهد كبير ومحتاجة إنكار ذات وتضحيات كبيرة جدا. عارفين طبعا أهمية المباراة، عارفين المباراة هتكون عاملة إزاي، كل الأمور دي الحقيقة اتكلم فيها الجهاز الفني بيتسو موسيماني كمان تحديدا مع اللاعبين الكبار كباتن فريق النادي الأهلي. الكل عارف أهمية المرحلة، وإن شاء الله بإذن الله يكون كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. مباراة مهمة جدا ومباراة صعبة جدا، محتاجة تحضيرات فنية كبيرة، محتاجة دوافع ورغبة متجددة بشكل كبير جدا في هذه المباراة اللي إن شاء الله بإذن الله ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين ان احنا نتخطى الشوط الاول، واللي كل حدث حديث في المغرب ان شاء الله يكون محققين نتيجه كويسه تساعدنا ان شاء الله في مباراه العوده. انا عايز اطمنك كابتن هاني زميلي محمد طبعا على العدد من اللاعبين، المؤشرات الايجابيه اللي بتطمننا وبتطمن جمهور النادي الاهلي. في لعيبه يمكن كانت غايبه عن المباراه الاخيره طبعا مباراه المصري على راسها طبعا حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، يمكن محمود وحيد كمان داخل، كل اللعيبه اللي انا يمكن ذكرت اساميها جاهزه ان شاء الله، يمكن دخلت في التدريب الجماعي النهارده. حمدي بيشارك بكل قوه، طاهر محمد طاهر، محمود وحيد، صلاح محسن يمكن دخل في التدريبات الجماعيه خلاص. ايضا كمان احمد نبيل كوكا اللي يمكن تداعيات اصابه كوفيد 19 الاخيره يمكن اثرت عليه بشكل كبير وبعدته، لكن الحقيقه يعني المجهود الكبير اللي بذل من الجهاز الطبي بقياده طبعا احمد ابو عبله كان مجهود كبير جدا مع كوكا، ويمكن وصل كمان خلاص بيدخل فيها التدريبات الجماعيه بياخد اجزاء بسيطه. لكن نقدر نحط بين قوسين محمد مجدي قفشه النهارده اللي يمكن لم يشارك في التدريب الجماعي. الجهاز الطبي طبعا بنحاول ان احنا نطمن على حاله اللاعبين. قفشه النهارده خد حاجات كده ريكفري استشفائيه بسيطه، يمكن الراجل بيشعر باجهاد عام بسيط، لكن ان شاء الله باذن الله غدا يكون متواجد في التدريبات الجماعيه ومنها استعدادا لمباراه يوم السبت. ايضا كمان محمد دهاني اللي بيعلن جاهزيته ان شاء الله لمباراه يوم السبت النهارده بيشارك بكل قوه الحقيقه، بياخد يمكن اجزاء لكن اجزاء فيها كوره واجزاء فيها سبرنتات وكروسات كده، يمكن دي بتدينا مؤشر مهم جدا مع مرور الايام ان شاء الله قبل يوم السبت ان شاء الله يوم الجمعه يكون جاهز بنسبه 100% ان شاء الله. محتاجين مجهود كل اللاعبين، يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يكون معانا وجمهورنا يكون معانا سند ودعم حقيقي ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. عايز كمان اتكلم على نقطه اخيره وهو بدر بنون الحقيقه، نطمن طبعا كل جمهورنا الكل طبعا يعني يا رب ان شاء الله بدر واكرم عمار كل اللعيبه طبعا اللي غايبه عننا بقى لها فتره طويله تكون معانا. يمكن بدر بنون ان شاء الله باذن الله في خلال الايام القادمه، ويمكن ان شاء الله باذن الله مع وجود النادي الاهلي في المغرب هيكون فحص طبي اخير ويمكن اشعه اخيره ان شاء الله لبدر بنون، ومنها العوده بقى مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله. في تنسيق كبير جدا ان بدر بنون يعود مع بعثه فريق النادي الاهلي ان شاء الله عقب انتهاء المباراه ليشارك تدريجيا مع ظهور النتيجه. المؤشرات الحقيقه ايجابيه ومطمئنه جدا لبدر بنون، يا رب ان شاء الله نطمن على كل اللعيبه والقادم يكون افضل ان شاء الله، ومباراه السبت يكون ليها مردود كبير جدا. جمهورنا ان شاء الله يكون سر النجاح، القياده الفنيه من خارج الخطوط بيتسو موسيماني ان شاء الله يكون مميز فيها، المباراه الكبيره الحقيقه بيظهر فيها بشكل كبير جدا، ويا رب ان شاء الله تكون مباراة جيدة تليق باسم النادي الأهلي وتساعدنا ان شاء الله في مباراة العودة.